هدرناها بمزحه يعني صراحه هدرناها بمزحه، لكن هذه ارزاق وهذه مكاتب كما نقولوا احنا في الدين تاعنا. يعني كي سهل ربي سهل لك ويكتب لك يعني ما كاش اشكال. يعني دخلنا بوابه التعدد من باب نشر كما نقول لك من باب ان نكون قدوه تاع خير. يعني كثير من الشباب يحب يزوج ولو بواحده ما لقاش التشجيع، بالك ربما ينتظر كلمه، ربما قدوه، ربما وان شاء الله نكون احنا سبب في الخير بعكس ما يطار في الضجه. انت ماكش تخمم حد زيد الثالثه ولا الرابعه؟ حاليا لا يعني مي اون فيرا.